من سفر يشوع بن سيراخ: يا بني، إن أقبلت لخدمة الرب فأعدد نفسك للمحنة، أرشد قلبك واصبر، ولا تكن قلقا في وقت الشدة، تمسك به ولا تحد لكي يرتفع شأنك في أواخرك، مهما نابك فاقبله وكن صابرا على تقلبات حالك الوضيع، فإن الذهب يمتحن في النار والمرضيين من الناس في آتون الذل، توكل عليه ينصرك وقوم سبلك واجعل فيه رجاءك. أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. أيها المتقون للرب آمنوا به فلا يضيع أجركم. أيها المتقون للرب ارجوا الخيرات والفرح الأبدي والرحمة. اعتبروا الأجيال القديمة وانظروا، هل توكل أحد على الرب فخزي؟ أو هل ثبت على مخافته فخزل؟ أو هل دعاها فاصدراه؟ فإن الرب رؤوف رحيم، يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق. كلام الرب. من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. من بولس وتيموتاوس عبدي المسيح يسوع إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفتهم وشمامستهم: عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كلما ذكرتكم، ففي كل صلاة أرفع الدعاء دائما بفرح من أجلكم جميعا. أشكره على مشاركتكم لي في البشارة منذ أول يوم إلى الآن، وإني على يقين من أن ذاك الذي بدأ فيكم عملا صالحا سيسير في إتمامه إلى يوم المسيح يسوع. ومن الحق أن أعطف عليكم جميعا هذا العطف، لأني أضمكم في قلبي وكلكم شركائي في النعمة، سواء في قيودي أم في الدفاع عن البشارة وتأييدها. والله شاهد لي على إني شديد الحنان عليكم جميعا في قلبي يسوع المسيح، وما أطلب في الصلاة هو أن تزداد محبتكم معرفة وكل بصيرة زيادة مضاعفة، لتميزوا الأفضل فتصبحوا سالمين لا لوم عليكم في يوم المسيح، ممتلئين من ثمر البر الذي هو من فضل يسوع المسيح، تمجيدا وتسبيحا لله. كلام الرب. من إنجيل القديس لوقا: واجتمع في أثناء ذلك ألوف من الناس، حتى داس بعضهم بعضا، فأخذ يقول لتلاميذه أولا: إياكم وخمير الفريسيين، أي الرياء، فما من مستور إلا سيكشف، ولا من مكتوم إلا سيعلم، فكل ما قلتموه في الظلمات سيسمع في وضح النهار، وما قلتموه في المخابئ همسا في الأذن سينادى به على السطور. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا بعد ذلك، ولكنني سأبين لكم من تخافون. خافوا من له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم، وأقول لكم نعم هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك فما منهم واحد ينساها الله، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود بأجمعه، فلا تخافوا إنكم أثمن من العصافير جميعا. وأقول لكم كل من شهد لي أمام الناس يشهد له ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمنكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
كلام الرب.